يقول الذين يصلون في الفنادق حول الحرم هل يصلون جماعة في توقيت الجماعة أم بعد أن يصلي الإمام في الحرم؟ لماذا يصلون في الفنادق وهم يسمعون الأذان وقريب منهم؟ يصلون مع المسلمين، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يصلون في المسجد الحرام إن كان قريبا منهم أو في المساجد الأخرى القريبة من سكنهم، ولا يصلون في الفنادق.